اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات هاشتاج اسال الدوك. الحمد لله بيج رامي جات له السبيشال انفيتيشن، وان شاء الله هيشارك في بطوله مستر اولمبيا 2020 بعد لما كان غايب عن مسرح العمليات في بطوله 2019، واخر اشتراك ليه زي ما احنا كلنا عارفين كان في بطوله مستر اولمبيا 2018. بس انا شايف ان بطوله 2020 ما تتاخدش بهزار، ده لكل المنافسين اللي هيكونوا موجودين، علشان كل واحد من المنافسين التوب 5 اللي هتكلم عنهم النهاردة داخل وعنده سبب وجيه انه يكسب. خلونا نبتدي ببراندون كاري، حامل لقب بطل مستر اولمبيا 2019. براندون كاري داخل بطولة 2020 وهو عايز يثبت للجميع ان فوزه في 2019 ده ما كانش صدفة، او كان نتيجة ضعف المنافسة والأسامي اللي كانت موجودة. هو عايز يثبت للجميع إنه حامل اللقب عن جدارة. ده بالنسبة لبراندون كاري. فيل هيث أو The Gift، حامل اللقب لسبع مرات متتالية داخل بطولة مستر أولمبيا 2020 علشان يعادل الرقم الخاص بلي هاني وروني كولمان، ويبقى عنده 8 ألقاب مستر أولمبيا، وكمان عايز يثبت للناس إن اعتذاره عن بطولة 2019 اللي هي السنة اللي فاتت كان فعلا نتيجة بعض الأسباب الطبية والفنية، مش علشان قطر المنافسة خلاص فاته. ده بالنسبة The Gift. هادي شوبن The Iranian Wolf وصاحب المركز الثالث في بطولة مستر أولمبيا 2019، واللي أنا شفت إن هو اتظلم بالمركز الثالث وكان يستحق المركز الثاني وحاز على لقب The People's Champion. عايزين نفتكر إن دي كانت أول بطولة له مستر أولمبيا يشترك فيها، مش بس كده، دي كانت البطولة مستر أولمبيا اللي بيشترك فيها في الفئة المفتوحة، مع إنه زمان أو طول عمره كان بينافس في الكاتيجوري ال 212، فهو عايز يثبت ان المركز الثالث اللي هو عمله ده اضعف حاجة عنده، وان هو ممكن يقل عن كده. ويليام بونك صاحب المركز الثاني في بطولة مستر اولمبيا 2019 واللي كسب ارنولد كلاسيك 2020 عايز يحرز اللقب. ويليام بونك لما بتبقى الكونديشن بتاعته صح وأشردد، أنا شايف إنه هو بيبقى من الفرم الجميلة جدا جدا جدا. آخر اسم عندنا هو مش هينافس على اللقب، بس هو عايز إنه هو يختم مسيرته بطريقة مشرفة، هو داكست جاكسون The Blade، بطل مستر أولمبيا 2008 واللي هيتم في نوفمبر السنة دي 51 سنة. دي هتبقى آخر بطولة مستر أولمبيا هيشارك فيها علشان هو هيعتزل بعد كده. الراجل ده عايز ينهي المسيرة بتاعته الطويلة جدا بنتيجة مشرفة. ما اعتقدش ان هو هيكسب، ولكن هو هيبذل قصارى جهده انه يعمل توب 4 او توب 5. من الاسامي اللي احنا مش عايزين نغفلها هي رولي وينكلر، ورولي وينكرل النتائج بتاعته متذبذبة. أنا معرفش هو ممكن يعمل إيه في البطولة دي، والكلام ده مقدرش أحكم عليه غير لما الواحد يشوفه يميها على المسرح. طيب الكلام ده معناه إيه بالنسبة لبيج رامي؟ ده معناها التزام تام بخطة التدريب والتغذية والراحة والاستشفاء، زي ما كانوا بيقولولنا كده زمان لما يبقى عنده حد عنده امتحان مهم أو عنده مثلاً ايفنت مهم لازم يحضره او بريزنتيشن او اي حاجة، ما تشوفش الاسفلت، يعني هتفضل تتمرن وتاكل وتعمل بوزينج وتسمع الميوزك اللي هتعمل عليها بوزينج وتتصور وتشوف نقاط ضعفك، علشان البطولة دي هيبقى عليها العين، وهيبقى عليها العين عشان انت داخل البطولة بسبيشال انفيتيشن، فانت هتثبت بقى للجميع ان انت جدير بهذه السبيشال انفيتيشن او الدعوة الخاصة. مفيش اي داعي للظهور الاعلامي، مفيش اي داعي ان احنا كل الفانز نتصور معهم. الفانز بيحبوك،
بس ممكن واحد فيهم يوم جايب لك كورونا تبقى القصة دي انتهت. الكلام ده احنا بنقوله واعتقد في ناس كتيرة متفقة معايا علشان احنا كلنا بنحبك. كمان احنا عايزينك تخليك بعيد عن المنافقين اللي يقولك كله هيبقى تمام وكله زي الفل. التفاؤل ده حاجة كويسة، بس الأهم من التفاؤل هو الواقعية، اللي يقولك ده غلط واللي يقولك ده صح واللي يخاف على مصلحتك. أتمنى لك نتيجة مشرفة يا رامي في بطولة مستر أولمبيا 2020. كلنا معاك، كلنا بنساندك، وإن شاء الله تحرز النتيجة الحلوة اللي تجبر بخاطرك. أتمنى تكون الحلقة دي من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدوك تكون عجبتكم. ياريت تعملوا لايك وشير للفيديوهات واشتراك في قناة اليوتيوب بتاعتي، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. نلتقي قريبا بإذن الله.